ستوجهني البوصلة دائما إلى الاتجاه الصحيح. للوصول إلى القمة سأقطع السهول وأقطع الأنهار الخطيرة وحتى البحار العميقة وأخطر البراكين المشتعلة. أوه نعم، أعتقد أنني على وشك الانتهاء. لطالما حلمت أن أكون قريبة للجبال العظيمة لمالتي دو، فقط انظروا إلى هذه الروعة. أحتاج إلى ترك علامة، بيتي غزت هذه الجبال. قفوا، من هناك؟ كم أنا مطعم. تيد هيا، هذه الجبال لي. ماذا؟ لا، أنا أيضا وصلت إلى القمة. إذا أنت لا تريد. أنت لا تقارني بي. يبدو أن لدي مشكلة، لم أقم بتجميع خيمة أبدا. عمل أحمق، ماذا علي أن أفعل الآن؟ ساعدوني. شاهد وتعلم، لا يزال لديك الكثير لتتعلمه مني. تيد، لقد بدأت بالفعل بالخسارة أمامي. أم تعتقدي أنك أفضل مني؟ لا، سأثبت لك خلاف ذلك. سترين الآن. جاهز؟ حسناً بيتي، انظري. أوه، كم هذا مؤلم. أوه. اللعنة، لماذا أنا غير محظوظ؟ أوه. الخيمة ليست مناسبة لي، لكن منزل الشجرة مفيد. تيد، أنت سخيف جداً. لا شيء مضحك، في الواقع رائحة أغصان الأشجار مفيدة للصحة. إذا استلقي وشمها. ربما الخيمة ليست شيئاً، لكن لا أحد سواي سيكون قادراً على إشعال النار بسرعة وبروعة. مثالي تقريباً. أجل تيد، البرية بالتأكيد ليست لك. لقد ضحكت علي، لذلك لن أشاركك في المارشميلو. لذيذ. كل شيء بسيط بالنسبة لي، هناك أعواد ثقاب. أوه لا، لم يتبقى سوى واحدة. هيا لا تخذلينني. هيا. أوه لا، كيف استطعت ذلك؟ اعتقدت أننا أصدقاء، حتى تيد فعل ذلك. أوه بيتي. أوه، ساعديني في إخماد الحريق بسرعة. تبين أنني لست الوحيدة التي لديها أيادي فاشلة. هذه هي المرة الثالثة التي أعيد فيها بناء منزلي. لماذا أنا غير محظوظ؟ تيد، مشاهدتك وأنت تعاني به الكثير من المرح. بالمناسبة حان وقت الغداء. اللعنة، نسيت طعامي في المنزل. لكن لا مشكلة، يوجد أيضا الكثير من الطعام في الغابة. يا له من توت لذيذ. وأنا فقط أحب الفطر. وبالطبع القليل من البيض لن يضر أيضا. أما بالنسبة للحوم، سيكون لدي هذه السمكة. فقط انظروا إلى سفرة الطعام التي لدي. شهية، لذيذ فعلا. واو، أريد أن أكل أيضا. على عكسك جلبت الطعام معي. ها هو. أوه، لكن يبدو أنه انتهى.
على الرغم أستطيع أن ألتقط الطعام بنفسي أيضاً. أنا أحب الأسماك. لقد وجدت أن أقمع الصنوبر ليست لذيذة على الإطلاق. والصبار لا يزال شائك. السحالي هي أيضاً من اللحوم، لكن صحيح هذا اللحم مخيف جداً. أتمنى ألا يراني النحل أنني أسرق عسله. نعم، أخيراً يمكنني أن آكل. شهي. يبدو أن أصحاب العسل قد وصلوا، حان وقت الهروب. ساعديني بيتي، أنقذيني. مرة أخرى أنا مقتنعة بأنني الأفضل. ما هذا؟ ماذا يحدث؟ لماذا يوجد الكثير من الذباب هنا والبعوض؟ ماذا يحدث هناك؟ أخرجوا واتركوني وحدي. الآن سوف أريكم، هذا البخاخ سوف يقتلكم جميعاً. خذوا هذا. لم أرى قط أي شيء أكثر تسلية. لماذا تحارب البعوض بهذا الشيء المقرف؟ هناك طريقة أكثر فعالية، الغطاء البلاستيكي. بيتي، شاهدي وتعلمي، الآن لن يعضني شيء. ابتعد عني أيها الوحش. انظري، المشي غير مريح قليلا، لكنني ما زلت سعيدا. لا، علي إعادة بناء المنزل مرة أخرى. بيتي، سوف أنقذك بهذه الخشبة. خذي هذا، هذا لك. تيد، من الأفضل أن أبدأ في العمل، لا تقاطعني. الآن سأقوم بعمل أرجوحة شبكية الآن. لهذا أحتاج إلى الغلاف البلاستيكي. الشيء الرئيسي هو عدم التسرع لبناء كل شيء بشكل رائع. جاهز؟ أخيراً يمكنني الاسترخاء. هل تعتقدي أنني لا أستطيع فعل شيء كهذا؟ نعم، سهل. سترين. بينما تستريح بيتي، أنا سأستمتع. للقيام بذلك أحتاج إلى حبل واحد. نجحت. والآن الأرجوحة تقريبا جاهزة للعمل. كم هذا ممتع. كم أنا مستاء. لماذا لا أنجح في شيء؟ كم أنا متعب من هذه الغابة. ربما أطلب من بيتي المساعدة. بيتي. بيتي. هاي، إنها لا تسمع. ماذا يحدث هنا؟ تيد، ليس لدينا مكان بعد الآن. أغلق الخيمة، هيا. على ما يبدو التخييم في الغابة ليس لي حقا. اشتركوا في مالتيدوم فلن تفوتوا بالتأكيد نفس التحديات الأصلية والمثيرة. ابقوا معنا. أما الآن إلى اللقاء يا أصدقاء.